الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن قيمة المنتجات النفطية المستوردة لعام 2022 بلغت أكثر من 5 مليارات دولار. وأوضحت الشركة أن الكميات المستوردة من المنتجات النفطية خلال العام الماضي بلغت 5 مليارات و299 مليون دولار، مبينة أن استيراد المشتقات النفطية شملت 3 أنواع من الوقود، هي البنزين والكيروسين وزيت الغاز. وأضافت الشركة أن استيرادات العراق من النفط الأبيض بلغ 167,433 طن متري بقيمة مالية بلغت 159,274,000 دولار، فيما بلغت الكميات المستوردة من مادة البنزين 3,691,000 طن. ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، إلا أنه بنفس الوقت يستورد المشتقات النفطية من دول العالم لقلة عدد المصافي العراقية وقدمها. كما كشفت شركة سومو عن حجم خسائر الصادرات النفطية العراقية في ميناء جيهان التركي إثر الزلزال، فيما أكدت السعي لإيجاد منافذ جديدة لنقل وبيع النفط العراقي. وقال مدير عام الشركة علاء الياسري إن كمية من النفط الخام المنسكبة من سقوف خزانات شركة نفط الشمال في ميناء جيهان التركي نتيجة الزلزال تم تقديرها بحدود 4823 برميل، والتي تعتبر كمية مهدورة من جراء قوة قاهرة. وأشار إلى أن كمية الصادرات المخطط لها خلال شهر شباط 2023 لم تتأثر لوجود خزين من نفط خام كركوك في خزانات شركة نفط الشمال في ميناء جيهان، حيث تم استئناف الضخ من محطة سارالو باتجاه ميناء جيهان التركي بعد بضعة أيام من وقوع الزلزال. قدر البنك الدولي الأضرار الناجمة عن الزلزال في تركيا بقيمة 34 مليار دولار، فيما ستكلف عملية إعادة الإعمار ضعف المبلغ الأولي. وقال البنك الدولي إن الناتج المحلي في تركيا سينكمش بنحو 4% بسبب الزلزال، معتبرا أن الأضرار الناجمة عن الزلزال في سوريا كارثية للغاية، مبينا أن الزلزال المدمر في تركيا تسبب في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34 مليار دولار، أي ما يعادل 4% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد خلال عام 2021. ووفقا لتقديرات صحيفة فاينانشال تايمز، فإن إعادة بناء المنطقة الشاسعة التي دمرها زلزال تركيا تتطلب ترميم 1,000,000 مبنى بالإضافة إلى تكلفتها 10 مليارات دولار. وصلت الليرة اللبنانية اليوم الثاني على التوالي تراجعها أمام الدولار، حيث سجلت رقما قياسيا جديدا في السوق الموازية تجاوز 86,000 لكل دولار. وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية في لبنان ما بين 86,000 و86,200 ليرة لكل دولار. ويعتمد لبنان منذ مطلع شهر شباط سعرا رسميا جديدا لصرف الدولار يبلغ 15,000 ليرة، بعدما كان يبلغ في السابق 15,000 ليرة. ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة من بين المطالب العديدة التي اشترطها صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها أن تساعده في الخروج من الأزمة. ارتفعت أسعار النفط بعد خطط روسيا لخفض صادراتها النفطية، وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط انخفاضا بفعل المخاوف بشأن زيادة ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تراجع الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نيسان إلى 82.59 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ 14 سنتا.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً لتصل إلى 75 دولاراً و92 سنتاً للبرميل. وأعلنت روسيا عن خطة لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25% في شهر آذار، متجاوزة تخفيضات الإنتاج المعلنة سابقاً بنسبة 5% من إنتاجها خلال الشهر، ما أتاح فرصة لرفع أسعار النفط. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام موجز، إلى اللقاء.